مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. مستمرون معا في هذه التغطية المباشرة الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتأثيرات هذا العدوان على المحيط الإقليمي وخاصة الجبهة بين لبنان وإسرائيل. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مواصلة مصر جهودها الهادفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة مستدامة وبالكميات التي تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين، هذا مع استمرار الدفع باتجاه تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. جاء هذا في اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس السوري بشار الأسد، تبادل فيه التهنئة بمناسبة العام الهجري الجديد، وأعرب عن التمنيات بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والتقدم. كما تناول الرئيسان في الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادل الرؤى بشأن خطورة التصعيد الذي تشهده المنطقة وضرورة تجنب اتساع هذا الصراع وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مع التشديد على الرفض التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير المواطنين الفلسطينيين. أما ميدانيا فقد استشهد 16 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون جراء قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. أيضا ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر راح ضحيتها نحو 29 شهيدا و100 مصاب خلال الساعات 24 الماضية. كذلك استشهد أكثر من 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على غزة ومخيمي المغازي والنصيرات في وسط القطاع. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بارتفاع أعداد الضحايا منذ 7 أكتوبر الماضي إلى نحو 38,098 شهيدا وحوالي 87,700 مصاب. وينضم إلينا من غزة هاتفيا السيد أمجد الشوى رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. أهلا بك معنا سيد أمجد، لو تطلعنا على تطورات وتداعيات هذه الأحداث الميدانية التي وقعت اليوم في القطاع. مساء الخير. مساء الخير، أهلا وسهلا. بلا شك أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في تصعيد عدوانه على كافة، أولا على صعيد القصف في ناس المدنيين الفلسطينيين كما حدث مع المدرسة التي تأوي النازحين واستشهاد أكثر من 16 مواطن وأيضا أصابت العشرات. يعني هذه مجزرة تضاف إلى سلسلة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي طالبا بعرض الحائط كافة باتفاقيات المعاهدة الدولية وأيضا التدابير التي قررتها محكمة العدل. نعم. كذلك مواقف المجتمع الدولي برمته فيما يتعلق بوقف هذا العدوان. ايضا على صعيد الكارثه الانسانيه التي تتعمق يوما بعد يوم في ظل منع الاحتلال الاسرائيلي دخول المساعدات الانسانيه للقطاع وبخاصه المواد الغذائيه وكذلك المواد الطبيه وغيرها احتياجات اساسيه في ظل تحذيرات وزاره الصحه بتوقف مولدات الطاقه لمحطات توليد السكين وايضا للمستشفيات، ما يعني دخولنا في مرحله حرجه من الوضع الصحي. وكذلك تستمر معاناه النازحين على كافه سواء على صعيد الكارثه الصحيه في ظل انتشار الاوبئه والامراض بين صفوف النازحين في سواء في مراكز اللواء او في تلك التجمعات التي تضم الخيام المصنوعه من القماش في ظل درجات الحراره المرتفعه وايضا نعم. هذه الأوضاع الإنسانية التي نحن نؤكد على المجاعة بدأت تأخذ منحى أخطر من مكان في السابق بخاصة بين صفوف الأطفال وبشكل أخص في شمال قطاع غزة. سيد أمجد، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم عن هذه الغارة التي نفذتها قوات الاحتلال منذ نحو ساعتين على مدرسة لوكالة أونروا في مخيم النصيرات؟ يعني أعتقد أن اسم المدرسة هو مدرسة الجاعوني، أعتقد هكذا لو تؤكد لي صحة هذا الاسم. وكذلك ما هي المعلومات المتوفرة عن أسباب استهداف قوات الاحتلال دائما لمدارس أونروا التي تؤوي آلاف النازحين؟
يعني الاستهدافات اولا استهدافات الاحتلال الاسرائيلي لمراكز اللواء اللي ليست المرض نعم بشكل دائم من قبل الاحتلال الاسرائيلي سواء باستهداف مراكز الأونروا او غيرها من مراكز وجود النازحين. لا يوجد اي مبرر كان باستهداف النازحين من قبل الذين يلجؤون الى مراكز الأونروا وهي تحمل العلم الازرق على الامم المتحده بصفه ذلك ضمان يعني شكل من اشكال الضمان بعدم تعرضها للعدوان للاسف دائما هذه المناطق والتعرض الى الاحتلال الاسرائيلي. بالامس تم استهداف ثلاثه من موظفي الأونروا بينما كانوا على بوابه احد المخازن التابعه للأونروا. اسرائيل تستهدف الأونروا وتستهدف المؤسسات الانسانيه وتستهدف ايضا جموع النازحين الذين هربوا من القصف باتجاه المنطقه باعتقادهم انها توفر الحمايه لهم ونفذها. تم استهدافهم في عدد المراكز نعم وايضا يعني عدد كبير من الشهداء سقطوا سواء في هذه الغاره او بغارات سبقت باستهداف المدارس ومراكز اللواء وهذا يحدث ايضا في غزه وغيرها من المناطق. نعم هو عدد الضحايا المبدئي امامنا هو 16 شهيدا تقريبا، هل لديكم تحديث جديد للاعداد؟ هناك حالات خطيرة وما وصل للشهداء هم عبارة عن أشلاء ومن واضح تماما أنه هي عدد من الصواريخ باتجاه هذه المدرسة المكتظة بالنازحين وبالتالي أعداد الشهداء تتزايد في ظل الجرحى المصابين بجروح خطيرة وهناك خطر حقيقي على حياة كل المنظومة الصحية التي نعم منذ فترة وهناك غارات إسرائيلية متكررة على مخيم النصيرات تحديدا، هل من أسباب محددة؟ يعني كل قطاع غزة تحت الاستهداف سواء النصيرات أو غير من ذلك من مناطق مختلفة. رفح يعني اليوم تم إخلاء على الكثير من الشهداء وجزء منها متحلل وهناك نساء وأطفال من بين الشهداء وأيضا في مدينة غزة ومناطق أخرى العدوان مستمر على كافة المستويات ليس فقط بعيد. نعم شكرا جزيلا لك السيد أمجد الشوى رئيس شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، شكرا لك. أيضا قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن القوات الإسرائيلية تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على جميع أنحاء القطاع مع إصدار أوامر إخلاء جديدة لأجزاء من خان يونس. وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تدروس أدانوم أن كثيرا من السكان في غزة يواجهون مستوى كارثيا من الجوع وظروفا شبيهة بالمجاعة، مشيرا إلى أن هناك ما يصل إلى نحو 2 مليون شخص في غزة صاروا نازحين داخليا بما في ذلك من هم نزحوا نحو 9 مرات أو 10 مرات وهكذا. وقد شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس العربية ومحيط المسجد الأقصى، منعت عشرات المواطنين الفلسطينيين من دخول المسجد اليوم. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددا من المواطنين الفلسطينيين من أراضي 48 من الدخول إلى المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تواصل تشديد حصارها على المسجد منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث تتمركز طوال الوقت عند أبواب المسجد وتقيم عددا من السواتر الحديدية والحواجز وتوقف المواطنين والوافدين وتحاول عرقلة دخولهم وتحركاتهم في محيط مدينة القدس والمسجد في كثير من الأوقات. أما في الجبهة الأخرى فقد شن حزب الله اللبناني هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مرابض المدفعية التابعة للكتيبة 303 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما قصفت مستعمرة مارجليوت وموقعين عسكريين حدوديين بوابل من صواريخ الكاتيوشا. وأعلن حزب الله اللبناني أن الهجوم هو رد على اعتداءات قوات الاحتلال على القرى الجنوبية من لبنان، وأشار إلى أن المسيرات أصابت أهدافها بدقة ما أدى لاشتعال النيران فيها وتحديدا في مستوطنة كريات شمونة.
في التطورات أيضا كشفت وكالة رويترز أن حركة حماس قبلت مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين بمن فيهم الجنود والرجال خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي يهدف لإنهاء الحرب على غزة. وقالت الوكالة نقلا عن قيادي كبير إن حماس تخلت عن مطلب إلزام إسرائيل بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق، وستسمح بتحقيق ذلك عبر المفاوضات خلال مرحلة أولى تستمر 6 أسابيع. نتابع تفاصيل من خلال هذا التقرير. ترحيب وتفاؤل حذر أبدته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما أعلنت حركة حماس قبولها مقترحا أمريكيا لبدء محادثات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. مصادر أمريكية مطلعة قالت إن رد حماس على مقترح التهدئة هو الذي يدفع المفاوضات نحو الأمام، موضحا أن حماس أدخلت تعديلات كبيرة على موقفها من الاتفاق وطلبت تعهد الوسطاء كتابيا بأن المفاوضات ووقف إطلاق النار سيستمران حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية من الصفقة. مسؤولون إسرائيليون قالوا إن رد حماس يجعل من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن المادتين 18 و14 اللتان تمثلان الفجوات الرئيسية بين الطرفين. وتطالب حماس باستبدال عبارة بما في ذلك التي وصفتها بالمطاطة بكلمة أخرى تقترحها واشنطن وتكون مقبولة لدى إسرائيل فيما يتعلق بالمادة 8 التي تنص على ألا يتجاوز اليوم 16 في أن يتم البدء بمحادثات بشأن الاتفاق على المرحلة الثانية بما في ذلك الشروط المتعلقة بتبادل الأسرى، حيث يتم الاتفاق قبل الأسبوع 15. كما تريد حماس تغيير المادة 14 التي تقول إن الولايات المتحدة ومصر وقطر سوف يبذلون كل جهد واستبدالها بيلتزمون بمواصلة المفاوضات حتى يتم التوصل إلى اتفاق حول المرحلة الثانية من الصفقة. ويرى مراقبون أن هذه الجولة من المفاوضات تختلف عن سابقاتها من حيث التفاصيل، حيث أدخلت الولايات المتحدة تعديلين على المادة 8 ومن شأن ذلك إتاحة الفرصة لتوقيع الاتفاق. كما أبدت حماس مرونة في هذا الصدد رغم أنها لم تتنازل عن القضايا الرئيسية مثل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف مستدام لإطلاق النار، مما يوفر أجواء مناسبة للتوصل إلى اتفاق. جولة المفاوضات الجديدة غير المباشرة التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة تعقد وسط أمال في أن تمهد الطريق لوقف إطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة المستمرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة. ولمناقشة كل هذه التطورات السياسية والميدانية ينضم إلينا على الهواء مباشرة سعادة السفير شريف شاهين مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا سعادة بحضرتك السفير. والسادة المشاهدين. أولا كيف ترى حضرتك كل هذه التطورات السياسية والميدانية؟ السياسية ملف التفاوض، هناك أنباء عن مزيد من التقدم وبعض الأنباء تقول إن إسرائيل ستعرقل المفاوضات مرة أخرى. وبالنسبة لجانب العمليات العسكرية، هناك اليوم العديد من العمليات آخرها هذه الغارة الإسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات، ومواجهات أيضا على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. كيف ترى كل هذه التطورات بالتزامن معها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بقدم التهنئة لحضرتك وللسادة المشاهدين بمناسبة العام الهجري الجديد اللي بنأمل أن يكون عام سلام على الأمة العربية والإسلامية في ظل هذه التطورات المستمرة والمؤلمة اللي بيشهدها الشعب الفلسطيني وأهلنا في قطاع غزة.
حقيقة احنا لو بصينا للصورة بشكل أوسع شوية، سكوب لو وسعناه شوية، نلاقي أنه في جملة من التطورات التي قد تكون إيجابية لصالح القضية في هذه المرحلة. يعني أولها قبول حماس لإبدائها نوع كبير من المرونة اللي دعت إلى تحريك ملف المفاوضات وقبولها بأنه يكون في وقف إطلاق نار غير مشروط، يعني أنه إسرائيل رفض وقف إطلاق نار نهائي، وكان دي هي نقطة خلاف كبيرة بين حماس وبين المفاوض الإسرائيلي. النهاردة حماس أبدت مرونة وقالت أنه ممكن أنه وقف إطلاق النار يكون يعني بدون ضمانات أكيدة أو بدون يعني سقف، لأنه القضية الآن أنه حماس واقعة تحت ضغط كبير نتيجة ارتفاع عدد القتلى والجرحى داخل القطاع، ومش عايز المنظمة أنه يعني الفاتورة تزيد أكتر من كده، خصوصا مع التدمير الكبير الذي شهده القطاع، خاصة أنه كمان في متغير كبير هو أنه حماس مش ضمن قوي أنه بايدن ينجح في الانتخابات الرئاسية، وممكن يجي ترامب الأكثر تشددا والأكثر قربا من إسرائيل، وبالتالي فهي تريد أن تحقق نوع من الإنجاز أو التهدئة أو الهدنة التي تسمح لها بالتقاط الأنفاس، وقد تكون مقدمة لهدنة طويلة يتبعها يعني نوع من الهدنات يتم الاتفاق خلالها على تبادل الأسرى، ومن ثم إدخال مساعدات إلى أهلنا في غزة، وده طبعا مطلب مصري رئيسي منذ بداية الأزمة، وهي ضرورة إدخال المساعدات والوقود إلى أهلنا في القطاع بحيث أنه يلبي احتياجاتهم وينهي حالة المجاعة والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. هناك متغير آخر على الساحة، وهو نجاح رئيس إيراني جديد إصلاحي ويرغب في تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وقد يكون هذا الرئيس يعني يغني خارج السرب في إيران، ولكن أيضا هناك نوع من التوافق، إيران دولة مؤسسات، وقد يكون ده نوع من يعني من الإبداء المرونة في ملف النووي الإيراني. هناك حسابات جديدة، حسابات جديدة تفرض نفسها على الساحة في الشرق الأوسط، خاصة وأن إيران تعاني من أزمة اقتصادية وحصار اقتصادي خانق، والمواطن الإيراني يعاني من الوضع الاقتصادي، وجزء كبير من الموارد بيروح لدعم الجبهات الخارجية، خاصة الجبهة المشتعلة في الشرق الأوسط في إيران وفي كلام حضرتك هو محور جيد، لكن بالنسبة للجانب الفلسطيني، بالنسبة لحركة حماس، يعني حضرتك أشرت إلى التأثيرات الميدانية الصعبة والتأثيرات الخاصة بالموقف الإنساني المأساوي والمتأزم تحديدا في غزة، لكن لماذا لا نقول إن حماس بدأت بالفعل يعني تبدي قدر كبير من المرونة خوفا على مستقبلها هي كحركة حماس ومستقبلها الحاكم في غزة، خاصة مع ما يثار عن وجود بدائل لحماس في اليوم التالي للحرب؟ ده كلام إلى حد كبير كلام دقيق، ولكن يجب ألا نغفل مجموعة من الحقائق. إن حماس أثبتت أنها مفاوض شرس، وأنها رقم في المعادلة لا يمكن تجاوزه لا عسكريا ولا سياسيا، باعتراف قادة الجيش الإسرائيلي أنفسهم اللي اعترفوا أن هم لا يستطيعون هزيمة حماس في هذه المرحلة، وبالتالي أصبحت الهدنة ضرورة لكلا الجانبين، والجانب الإسرائيلي أكثر لأنه هو الجانب اللي بيطالب وبيضغط، يعني الجيش الإسرائيلي هو من يمارس ضغطا على الحكومة الإسرائيلية، لدرجة أنه قائد الجيش قال أنه في حالة ما إذا أخفقت هذه الجولة فإننا نحمل نتنياهو مسؤولية هذا الإخفاق لأسباب سياسية ولأسباب تتعلق به. في رأي حضرتك هل هذا الكلام هو مؤشر على أن الحكومة الإسرائيلية
لن تستجيب ولن تتعاطى مع موقف حماس بإيجابية وجدية، أو بمعنى آخر ستعرقل الاتفاق مرة أخرى؟ لا، في حسابات دقيقة في الموضوع ده. هو أولا ما يتعلق بحسابات بنيامين نتنياهو نفسه، أنه أصبح يعني أسير الضغط الشديد للعناصر المتطرفة داخل حكومته، وقد يكون هذا الاتفاق أو قبول هذا الاتفاق يعني نوع من المخرج له، أنه هو يعني يعمل تحول في هذه الحكومة إذا خرجت العناصر المتطرفة أو أبدت رفضها للاتفاق، فإنه في هذه الحالة سوف تنهار هذه الحكومة وبالتالي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال إلى أن يدعو إلى انتخابات جديدة قد يوسع من الائتلاف، أو قد يعني تشهد الساحة الإسرائيلية نوع من التغيير السياسي، وده تغيير مطلوب في ضوء الضغط الشديد اللي بتمارسه أسر الأسرى داخل الرأي العام، يعني هذا الضغط بيتسع وبيشهد قبول لدى يعني قطاع واسع في المجتمع الإسرائيلي، إضافة إلى الجيش نفسه، الجيش الإسرائيلي اللي أنهك ويعني شهد نوع كبير من الاستنزاف، 9 شهور من الحرب، 9 شهور استنزاف وقتلى وجرحى، والضغط الأمريكي بوقف إمداداته من الأسلحة والذخيرة، ورغبة الرئيس بايدن في أنه يحقق شيء من الإنجاز السياسي في العام الانتخابي. لكن يبدو أن بنيامين نتنياهو كما تتابع حضرتك يعني لا يدافع عن استمراره هو وحده فقط، بقدر ما يدافع أيضا عن استمرار الائتلاف الحكومي الحاكم. كما تعلم حضرتك الحكومة الإسرائيلية مكونة من ائتلاف كبير، عدة أحزاب، وبالتالي هناك قاعدة كبيرة في المجتمع الإسرائيلي تتخوف من إنهاء الحرب، لأن هذا الائتلاف سيتفكك. يعني هذه الحكومة حكومة أقلية حتى داخل الكنيسة الإسرائيلية، يعني هم كل ما يملكون، لكن هناك عدة أركان تدعم استمرارها، وبالتالي هي كلها تتخوف من أنها تنهار. يعني الانهيار حتى يعني انهيار في المرحلة دي قد يكون في مصلحة إسرائيل على المدى المتوسط، يعني بمعنى أنه قد يأتي بعناصر أقل تشددا إذا ما أجريت انتخابات عامة، وإذا طبعا يعني هتكون في نوع من المحاسبة. ولكن أنا مش من يعني لتلاشي الحرب الوجودية التي يتحدثون عنها في إسرائيل، يعني تأجلها، إنما مش من نوع من التلاشي، لأنه يعني هو موضوع الحرب الوجودية دي يعني مسألة يعني جدلية كبيرة مش هنقدر ندخل فيها دلوقتي، ولكن هي مطروحة يعني. لكن اللي أقدر أقوله أنه نتنياهو سياسي من العيار التقيل في إسرائيل ولن يتكرر كثيرا. جانب كبير من المجتمع بيروا فيه نوع من الضمانة، الضمانة السياسية والضمانة الأمنية، وبيشكل نوع من الإرضاء للنزعة الشوفينية الإسرائيلية. ومن ناحية تانية هو أسير لمجموعة من المتطرفين اللي نقول عليهم يعني مجانين، أو عندهم نزعة انتقامية شديدة ضد كل ما هو فلسطيني، وبالتالي هذه النزعة لا تتفق مع جملة متغيرات إقليمية ودولية بتخلي هذا الائتلاف مستقبله قصير يعني، وقد ينهار في أي لحظة، ويمكن يكون يعني الأمل الوحيد أمام نتنياهو الآن هو قبول الاتفاق، هذا الاتفاق من أجل إنقاذ أرواح الرهائن من جانب، خاصة وإنه هو المفروض أنه هيلتقي آخر الشهر في واشنطن مع بايدن، وسيتحدث أمام الكونغرس، وسيكون هذا الحديث هام جدا لكلا الطرفين الأمريكي
الإسرائيلي. وهناك أيضا أنباء عن انضمام مدير المخابرات الأمريكية لمحادثات ومفاوضات الدوحة بعد أيام. هنا أسأل حضرتك، لأنك منذ قليل تفضلت بالإشارة إلى جزئية أن حماس على حد تعبير حضرتك هي مفاوض شرس. طيب هذا المفاوض الشرس الآن أليس من المفترض أنه يطلب ضمانات معينة تلزم الجانب الآخر؟ لا، بالفعل طلب ضمانات. هو طلب ضمانات وضمانات مكتوبة. أيوه. لكن هل معنى ما يحدث الآن وانضمام مدير المخابرات الأمريكية للمحادثات، هل سيعني أن الولايات المتحدة قد تقبل هذه الضمانات المكتوبة وتقدمها وتطرحها على مائدة التفاوض لتيسير الوصول إلى نقطة اتفاق حقيقية وواقعية؟ هو ده ما يتم التفاوض حوله الآن. يعني هناك جملة من التفاصيل الدقيقة، مدد الهدنة، موضوع إدخال المساعدات، كيفية دخولها، المعابر اللي هيتم إدخال المساعدات من خلالها، تأمينها، سوء ضمان وقف إطلاق النار والهدنة ومن يضمن هذه الهدنة. وكانت حماس طلبت في السابق يعني ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة، ورفضت كل من إسرائيل والولايات المتحدة تقديم ضمانات مكتوبة، وتم استبدالها بكلمة تعهدات. تعهدات من الجانب الأمريكي بأن يكون ضامن، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى اللي طلبت حماس أنها تدخل وتكون ضامن لهذا الاتفاق، ومن بينها طبعا بشكل رئيسي مصر وقطر ودول أخرى. لكن اسمح لي، السؤال الذي يدور في ذهن المواطن العربي الآن المتابع للأزمة، كيف تقبل حماس في هذا الموقف العصيب استمرار الحرب وعدم إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار بعد وصول الضحايا إلى هذه الأعداد؟ وثانيا، ما الذي يضمن بعد توقيع الاتفاق أن إسرائيل يمكن أن تتراجع وبالتالي هي الآن تعطيها الذريعة لاستمرار القتال؟ هو يعني الموضوع هنا بقى بيتوقف على نوع من التوافقات. يعني هي ترى، حماس ترى أنه من المصلحة الآن أن تكون هناك هدنة لالتقاط الأنفاس، أنه إيش أنا الأوان أنه الشعب الفلسطيني وجمهور العريض من القطاع، واثنين ونص مليون مواطن في قطاع غزة، آن لهم أن يعني يتنفسوا الصعداء. لكن إسرائيل ستواصل غاراتها. وفي كل الأحوال إسرائيل بتواصل الغارات. يعني إسرائيل مش هتتوقف عن الغارات. لكن يعني ممكن تبقى التقاط الأنفاس الذي تقصده، ممكن تبقى نوع من حرب الاستنزاف. وبعدين ممكن كمان أنها تكون يعني مش بالشكل، يعني تنخفض حدة المواجهات. بالتأكيد تنخفض، يعني حدة المواجهات هتنخفض من جانب. وبعدين منطق الأحداث نفسه بيقول أنه مع بداية عملية تبادل الأسرى وإطلاق الأسرى من الجانبين وبداية دخول المساعدات، هندخل في مرحلة أخرى من التفاوض، من التفاوض السياسي. لكن إسرائيل قد تشن المزيد من الهجمات في محاولة للحصول على أكبر قدر من المكاسب. هو إسرائيل لم تحقق مكاسب، فكل اللي بيحصل أنه بتحاول إرضاء الحكومة، حكومة الحرب، بأنها بتحقق نوع من الخسائر للجانب الفلسطيني، وخاصة أن هم ألزموا نفسهم بشيء صعب جدا وهو إنهاء حماس عسكريا وسياسيا داخل القطاع، وهو ما لم يحدث حتى الآن ولن يحدث في المستقبل. وحتى إذا حدث عسكريا فستتحول حماس إلى كيان سياسي لابد أن يكون له دور وشريك أساسي في صياغة مستقبل مرحلة ما بعد الحرب. وبالتالي باعتراف قادة في الجيش الإسرائيلي نفسه أن إحنا لن نستطيع القضاء على حماس ولا عسكريا ولا سياسيا، فأصبح الموضوع عبثي. يعني الاستمرار في الحرب نوع من العبث، وبالتالي الولايات المتحدة بتضغط لأنها شايفة الصورة من بعيد،
وهي في عام انتخابي والظروف الانتخابية يعني عاوزين يقدموا أي إنجاز سياسي لبايدن، أي إنجاز سياسي لبايدن يقدمه أنه حقق نوع من النصر ما يقدمه للناخب الأمريكي في ضوء حاجات كتيرة متغيرات كتيرة يعني ما يحدث. ضمن المتغيرات الداخلية أيضا بالنسبة لإسرائيل كما تابعت حضرتك مساء اليوم كانت هناك وقفات احتجاجية لإسرائيليين ضد الحكومة، بعضهم رفعوا لافتات بدلا من أن يقودنا إلى النصر قادنا إلى الهزيمة، هكذا قالوا عن نتنياهو. ما تأثير ووقع هذه الأحداث وهذه المشاهد؟ يعني نذكر مشاهدين الكرام بأن هذه الصور نقدمها لكم على الهواء مباشرة من تل أبيب، حيث هناك احتجاجات ورفض من الإسرائيليين لسياسات الحكومة الإسرائيلية خاصة في ملف تبادل المحتجزين وبعض المصادمات بينهم وبين الشرطة التي تتواجد الآن في محاولة للتهدئة. تفسير حضرتك لهذه الاحتجاجات المتواصلة وتأثيرها على قرارات وتوجهات الحكومة الإسرائيلية؟ لا شك أنه موضوع ملف الرهائن هو الموضوع الحاكم في الموقف الآن، وبالتالي أنه تقديم إنجاز إلى الرأي العام بإطلاق سراح الرهائن سواء كانوا أحياء أو رفات لمن ماتوا هو ده أكبر إنجاز تستطيع هذه الحكومة أن تقدمه إلى الرأي العام الإسرائيلي في هذه المرحلة. يضاف إلى ذلك أنه هذا الإنجاز ما هوش إنجاز هذه الحكومة بل هو إنجاز القادة اللي في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اللي ضغطوا من أجل وقف الحرب واللي تم واللي وصلوا عملية التفاوض واللي كانوا هم اللي بيقوموا بالجهد التفاوضي والجهد العسكري يعلموا حجم المعاناة العسكرية اللي بيقوموا بها من جانب، وهم من يخوضوا أيضا غمار المعركة السياسية في التفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن مع وجود عناصر متطرفة في الجيش في الحكومة الإسرائيلية زي سموتريش وزي بن غفير اللي هم يعني باستمرار بيهددوا بالانسحاب إذا ما تم وقف الحرب، وبالتالي هذه العناصر هي من تدفع القادة العسكريين إلى الإصرار على ضرورة وقف الحرب، وبالتالي إنه هذه الجدلية يعني الجدلية إنه نتنياهو وحكومته عاوزين يحققوا نوع من النصر العسكري والسياسي من جانب، وقادة الجيش الإسرائيلي اللي بيريدوا وقف هذه الحرب وعودة الرهائن، الاثنين بيتفقوا على شيء واحد، أهمية عودة الرهائن في هذه المرحلة، وأصبحت هذه الورقة هي الورقة الرابحة التي تضغط بها حماس في هذه اللحظة الحاسمة بالنسبة للتفاوض. بالحديث من خلال حضرتك وكلماتك عن الموقف الأمريكي خاصة الآن وموقف الإدارة الأمريكية والانتخابات وهكذا، أحد المسؤولين الأمريكيين اليوم طلعنا بتصريح بأن هذه الحرب الإسرائيلية على غزة صارت ملهمة على حد تعبيره للمتطرفين الذين يمكن أن ينضموا للجماعات الفلسطينية، ويبدو أنه يربط بين أو يخلط بين المقاومة والإرهاب. هنا السؤال، اسمح لي، لماذا الآن تخرج مثل هذه التصريحات؟ وهل يمكن اعتبارها بشكل غير مباشر اعتراف بأن السياسات الأمريكية أو المنطق الأمريكي إزاء التعامل مع القضية الفلسطينية تأكد أنه مخطئ تماما على مدار السنوات الماضية إزاء التعامل مع القضية، والولايات المتحدة عليها الآن أن تقدم رؤية عادلة وجديدة منها للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني؟ لا شك أنه هناك تحول في الرأي العام الأمريكي، وشفنا المظاهرات اللي بتحصل في الجامعات لأول مرة منذ حرب فيتنام في قضية خارج الولايات المتحدة، ده تحول كبير جدا. الإدارة الأمريكية نفسها منذ بداية هذا الصراع كان هناك خلاف إسرائيلي أمريكي مكتوم ثم ظهر إلى السطح. الآن هذه الإدارة
تشعر أن استمرار هذه الحرب يزيد من مشاعر الكراهية إزاء الولايات المتحدة وسياستها في المنطقة بشكل عام نتيجة انحيازها إلى إسرائيل. وهذا الشعور بالكراهية يدفع إلى التفكير في أنه قد يكون هناك نوع من الانتقام في المستقبل، لأنه امداد إسرائيل بالأسلحة والمعدات، الوقوف إلى جانبها في كل المواقف المتطرفة التي قامت بها، بتخلي هناك ردود فعل إن لم تكن الآن ففي المستقبل. هناك أجيال لن تقبل بما حدث، هناك أجيال شاهدت هذه الجرائم التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني، وهي أجيال قادمة لا محالة وستفكر في الانتقام. في عقلاء في الولايات المتحدة، في ساسة عقلاء في الولايات المتحدة يفكرون لما يضعوا استراتيجيات للمستقبل، بيفكروا أنه مش عاوزين يكرروا ما حدث على سبيل المثال في أحداث 11 سبتمبر نتيجة تورط أمريكا في أفغانستان وغيرها من المناطق. يعني لابد أن يكون هناك تغير ما في السياسة الأمريكية حتى تستطيع أن تبدي قدر من التوازن وتؤمن نفسها من ناحية مشاعر الكراهية التي تتزايد. أم ترى حضرتك أن هذه التصريحات تهدف يعني بشكل غير مباشر لتحفيز بعض دول المنطقة تجاه حركات المقاومة، وربطها مع تصرفات بعض التنظيمات أو الجماعات المتطرفة على حد قول هذا المسؤول؟ في كل الأحوال يعني كل الجماعات أو كل المنظمات اللي بتدرجها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب هي منظمات مرفوضة من جانبها، إما محسوبة على الطرف الفلسطيني أو محسوبة على إيران من جانب آخر. لكن إذا بصينا للصورة بشكل أوسع نشوف أن العالم بيتغير، يعني وفي متغيرات وفي معطيات كتيرة جدا تدعو إلى التفكير مليا في عبثية هذه الحرب وضرورة وقفها. نعم. يعني وإيجاد نهاية حقيقية. نعم. لابد يعني نتائج الانتخابات في بريطانيا، ما سوف تسفر عنه الانتخابات الفرنسية، الانتخابات الإيرانية وما أسفر عنها من وجود إصلاحي لأول مرة منذ نجاح الثورة الإيرانية، وما قد يسفر عنه هذا التطور من تغير في السياسة الإيرانية إن لم يكن الآن آنيا فعلى مراحل. وتأكيدا لكلام حضرتك أكرر وأؤكد تصريحات مصر وتأكيداتها الدائمة على ضرورة وجود حل عادل وجذري للقضية الفلسطينية، وليس مجرد تضميد لجراح أو إنهاء لحروب. لابد من إنصاف الشعب الفلسطيني، لأنه هو ده الضمانة. نعم. لاستقرار المنطقة. نعم. بدون حل عادل للقضية الفلسطينية لن يكون هناك استقرار أو سلام أو تنمية. نعم. وهذا ما تسعى إليه مصر. نعم. دائما. شكرا جزيلا لحضرتك سعادة السفير شريف شاهين مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا نهاية هذه التغطية قدمتها لكم قناة النيل الأخبار من القاهرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.